دلوقتي بص دي عماله تتكلم مع بعض وفي اقتراحين. واحد ان احنا نبعت مندوبين عشان يقابلوا حد من جوه ويقعدوا المطاعم وهم رافضين. ده اقتراح ان احنا نقدم لهم تسعه ممثلين على القوات الجنسيه يروحوا يتكلموا معاهم ويشوفوا المقام بتاعتنا وناخد وعي. وده مش مقبول واحنا مش عايزين نسوفوا فيه وهم بيسوفوا. اقتراح تاني ان احنا نفض دلوقتي واحنا اقوياء ونقول كلمه بطلتنا ونعلنها قدام الجرايد او الصحفيين الموجودين ونبقى عملنا حمله دعائيه ضد وزاره الوزير للاستاذ واعلان المطالب ونمشي ونحاول نظبط مع بعض اللي هيكون فيه بس صح. دلوقتي خلينا واقعيين احنا عشان نتحلل بص اقول لك على حاجه. ثواني بعد اذنكم يا جماعه.